مساء الخير. النهارده كان في انتعاش الحياه في البورصه المصريه، وده كان بفضل صفقه فودافون اللي تم بيعها لشركه الاتصالات السعوديه اس تي سي، وطبعا كانت وصلت لارقام او معدلات قياسيه، عشان كده كان ليها انتعاش مش بس في قطاع الاتصالات، ولكن كان اثرها الايجابي على كل القطاعات الاقتصاديه. الحقيقه زي ما قلنا كانت استحوذت شركة الاتصالات السعودية على حصة فودافون العالمية في فودافون مصر البالغة 55% بقيمة تتجاوز 37 مليار جنيه، ودي كانت أعلى قيمة طبعا لشركة مصرية ووصلت لمعدلات قياسية هنتكلم عنها النهاردة يمكن بشكل من التفصيل لحد ما، وأثرها على انتعاشة البورصة وعلى انتعاشة جميع القطاعات الاقتصادية. هنتكلم كمان النهاردة عن تأكيدات السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، واللي أكد في حوار تلفزيوني أن احنا بدأنا أن مصر بدأت تدخل مرحلة الاستقرار، وبعد طبعا المرحلة اللي كنا فيها بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي والمرحلة الصعبة اللي مرينا بيها، فإحنا بدأنا ندخل عدينا المرحلة الصعبة وبدأنا في مرحلة الاستقرار الحمد لله، وده بفضل الموارد اللي بتمتلكها مصر. هنتكلم عن ده أيضا، وكمان هنتكلم عن استقرار أسعار الدولار الأمريكي في السوق المصرية وصوله عند 15.75 للشراء و 15.85 للبيع، وأثر ده أيضا على الاقتصاد. مجموعة من الأخبار الاقتصادية هنتكلم عنها النهاردة، ولكن خلينا نشوف انتعاشة السوق النهاردة في المقصورة. زي ما قلنا ارتفع المؤشر الرئيسي البورصة اي جي اكس 30 ب 1.4% وبلغ مستوى 13762.84 نقطة. ارتفع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة اي جي اكس 70 ب 1.38% وبلغ مستوى 534 نقطة. كان في ارتفاع ايضا لاي جي اكس 100 الاوسع نطاقا، وانهى التعاملات عند ارتفاع ب 1.4% ووصل ل 1384.63 نقطه. الارتفاعات شملت ايضا مؤشر اي جي اكس كابيد الجديد محدد الاوزان النسبيه ب 1.48%، وانهى التعاملات عند مستوى 15856.63 نقطه. خلينا نروح لقائمة القطاعات النشطة في السوق، وكان قطاع البنوك هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 34.4%، تلاه موارد أساسية بنسبة 11.25%، ثالثا قطاع العقارات ب 10.73%، بينما جاء رابعا قطاع أغذية ومشروبات ب 10.31%. خلينا نتابع فئات المتعاملين داخل السوق، واتجه المستثمرون المصريون اليوم نحو البيع مستحوذين على النسبة الأكبر اللي وصلت 73.48% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء مستحوذين على 23.86%، وكان اتجاه المستثمرون العرب النهاردة نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة ضئيلة وصلت ل 2.66%. ما زلنا مع فئات المتعاملين داخل السوق، والمستثمرون الأفراد النهاردة حصلوا على نسبة 14.5% من إجمالي التعاملات، بينما اتجهت المؤسسات نحو الشراء واستحوذت على 85.94%. عن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدرها سهم حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية الغذائية بوديكو ب 27.74%، ثم سهم الإسماعيلية للدواجن ب 11.2%، ثم سهم المصرية للاتصالات بنسبة 10%، رابعا سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بوديكو ب 9.9%. من الأسهم الأكثر ارتفاعا للأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم العز الدخيلة للصلب الإسكندرية بنسبة 4.6%، تلاه سهم المصرية لخدمات النقل إيجي ترانس ب 3.76%، حل ثالثا سهم جالكسو سمث كلاين بنسبة 2.15%، ورابعا سهم عبور لام للصناعات الغذائية ب 1.85%. معنا على الهاتف الأستاذ محمد شعراوي خبير أسواق المال، هنتابع معاه النهاردة التفاصيل داخل المقصورة والقفزات المؤشرات النهاردة. أستاذ محمد شعراوي بنرحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا.
يعني كان في الحقيقة الأداء النهاردة المؤشرات كان في البداية غير واضح، ولكن صفقة الاستحواذ من شركة الاتصالات السعودية STC على الجزء من فودافون العالمية أو فودافون مصر كان هو النهاردة سبب انتعاشة الأسواق. فحضرتك بتحب تعلق على الصفقة دي إزاي؟ ألو ايوه فندم، مع حضرتك. أستاذ محمد، ايوه النهاردة الأداء للمؤشرات ما كانش واضح بشكل ما في البداية، يعني كان في ارتفاعات وانخفاضات ما كانتش واضحة إلى حد ما، لكن بعد الاستحواذ على من شركة الاتصالات السعودية STC على فودافون العالمية أو جزء ليها فودافون مصر كانت سبب لانتعاشة المؤشرات النهاردة والأسهم. فتعليق حضرتك على الصفقة إيه؟ مبدئيا اولا برحب حضرتك والساده المشاهدين. يمكن النهارده المؤشر العام للبورصه المصريه ارتفع 142 نقطه بارتفاع حوالي 1% ليصل الى 13762 نقطه. طبعا النهارده كان في حاله يعني بهجه شويه في البورصه المصريه، وحاله يعني يسود عليها الفرحه نوعا ما بعوده السيوله مره اخرى. النهارده المؤشر عامل 600 مليون جنيه، ودي يعني يعتبر في الفتره الاخيره كويس. اما بخصوص بقى صفقه STC لشراء حصه فودافون، عايزين بس نفهم الاول الصفقه هي هتبقى ازاي. اولا هي حصه فودافون في مصر، اولا عندنا 55% تمتلكها فودافون UK اللي هي فودافون لندن، و45% يمتلكها المصريه للاتصالات. وعرض الشراء جاي مخصوص لشركه لحصه ال 55% التي تمتلكها فودافون UK. اللي هنا دلوقتي احنا بنتكلم بقى على الحصه بتاعت مصر، يعني احنا بنتكلم في ال 45% اللي بتهم المستثمر اللي حامل لسهم المصرية للاتصالات، هل هيقدر يستفيد من هذا العرض ولا لا؟ ف المصرية للاتصالات اعلنت ان هي ما فيش اي نيه للبيع خلال الفتره القادمه. ما فيش اي نيه ان هي تبيع ال 45%. لكن السؤال هنا، طيب هل فعلا المصرية للاتصالات ما لهاش اي نيه للبيع؟ اعتقد لا. اعتقد ان البيع هيتم ايضا للحصه ال 45% بتاعت المصرية للاتصالات، رغم اعلانها بعدم نيه البيع في الوقت الحالي، ونحط تحت الوقت الحالي ديت كذا خط، لان خلال الفتره القادمه اولا هنقول الاسباب الرئيسيه اللي بسببها نقول ان عمليه البيع هتتم ايجابا ام عاجلا. هنيجي نشوف مثلا على سبيل المثال مثلا ان المصرية للاتصالات هتتخرج فعلا من فودافون من 45%. ليه؟ لان اولا احنا شركه المصريه للاتصالات اعلنت عن شركه وي، وعملت شركه وي عشان خاطر لما يتم التخارج من فودافون يبقى عندها شبكه محمول موجوده. ده رقم واحد. رقم اثنين، ان شركه المصريه للاتصالات دلوقتي للاسف عندها قروض ومديونيات تقدر بحوالي 12.9 مليار جنيه. مليار 12.9 مليار جنيه، وصفقه الخاصه ب STC لفودافون UK ب 2.4. لما نيجي نشوف بقى صفقه فودافون كلها بالكامل تساوي كام، هنلاقيها بتساوي 4.3. يعني احنا بنتكلم في ان حصه ال 45% بتاعت المصريه للاتصالات تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار. لما نيجي نحولهم بالجنيه المصري هنلاقيهم يساوي حوالي 30 مليار جنيه. تمام. ال 30 مليار جنيه دول نقدر نقول ان لو تم عمليه البيع ب 30 مليار جنيه هتقدر شركه المصريه للاتصالات تسدد المديونات الخاصه بيها، والا وهي 12.9 مليار جنيه، وتبقى حوالي 17 مليار جنيه تقدر تعمل بيهم توسعات لشبكه وي، وايضا تقدر توزع ارباح للمساهمين في شركه المصريه للاتصالات. تمام. يعني اذا المنطق هنا بيتكلم انه المصريه للاتصالات او تيليكوم ايجيبت يعني انها تبيع حصتها في فودافون. لا، هو العرض جاي بان شركه STC عايزه تشتري حصه فقط الخاصه ب فودافون UK اللي هي 55% تمام بحوالي 2.4 مليار دولار. تمام. فعشان كده احنا دلوقتي السؤال دلوقتي لكل اللي بيساله معظم المستثمرين في البورصه، هل المصريه للاتصالات هتبيع الحصه بتاعتها اللي هي 45%؟ فالمصرية للاتصالات اعلنت ان مفيش نيه في الوقت الحالي. لما نحط تحت الوقت الحالي دي كذا خط نلاقي ان فعلا لازم المصرية للاتصالات تبيع 45% عشان خاطر تقدر تسدد المديونات اللي عليها وتقدر تطور الشبكه الجديده وهي شبكه وي. تمام. هو ده اللي انا كنت بسال حضرتك عنه. تمام. يعني هو ده المتوقع من الاقتصاديين او المستثمرين في البورصه، انها في الفتره اللي جايه تبدا تراجع نفسها علشان تبيع ال 45%.
ايوه، لان احنا قبل كده برضه في 2006 بعنا شبكه كبيره لشركه اماراتيه ب 3 مليار دولار. فلما بنتكلم دلوقتي وحصل طفره كبيره جدا في البورصه المصريه، ما بعنا شركه ب 3 مليار دولار. احنا بنتكلم النهارده لو هنبيع 50% بس من الشركه ب 2.4 من 10 مليار دولار، احنا هنشوف طفره كبيره جدا في اسهم وفي قطاع الاتصالات وفي البورصه المصريه. نعم استاذ محمد شعراوي، اكيد طبعا ده كان ليه انعكاس كبير مش بس على قطاع التليكومينيكيشن او الاتصالات، لكن على كل قطاعات البورصه بالانتعاش. وزي ما حضرتك قلت طمنتنا بعوده السيوله مره تانية، وان المؤشرات او الاسهم اسعار الاسهم المصريه انها فعلا مرتفعه ومنتعشه. فعلا احنا شفنا حركه كويسه في البورصه المصريه في الفتره الاخيره، او بالذات النهارده بعد الخبر الكبير اللي تم على موضوع المنطقه الاتصالات. بس اكيد في اسباب ثانيه بتؤدي الى ارتفاع البورصه، مش هنستنى طبعا خبر زي كده بس عشان يرفع البورصه. يعني عندنا مثلا لازم ملف كبير جدا لازم يتم دراسته خلال الفتره القادمه، الا وهو ملف الطاقه بالنسبه للمصانع. طبعا النهارده احنا بنتكلم في ملف مهم جدا عشان يرجع السيوله تاني للبورصه المصريه، وترجع الشركات البتروكيماويات والشركات اللي كنا بننتظر ان هي تشتغل خلال الفتره القادمه ترجع تشتغل تاني. بنتكلم في ان لازم يتم اعاده هيكله تسعير الطاقه بالنسبه للمصانع. احنا النهارده بندي للمصانع الطاقه الغاز الطبيعي بنديها بكام؟ ب 5.5 دولار، بظل ان السعر العالمي 2.4 دولار. تمام معايا؟ فلازم خلال الفتره القادمه يتم اعاده هيكله تسعير الطاقه، ده هينعش البورصه اكتر. بجانب طبعا يعني كلام اتكلمنا عليه كتير قبل كده، الا وهي ضريبه الدمغه، اعاده النظر في ضريبه الدمغه للبورصه المصريه. ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية اللي طبعا هو كل الكلام بيدور حولها في الأروقة المقصورة، ده أكيد. ويمكن كمان يعني اللي كان تم إعلانه أيضا من محافظ البنك المركزي بجدول الديون المصانع وإعادة فتح المصانع المغلقة، ويعني كل ده يعني يمكن أيضا أنه ينعش القطاع الصناعة زي ما بنتكلم، وأيضا أسعار الطاقة. الأستاذ محمد شعراوي خبير أسواق المال، بنشكر حضرتك جدا. خلينا نروح مشاهدينا لتقرير من المقصورة ونتعرف أكتر على تحركات المؤشرات النهاردة، وبعده نبدأ مع حضراتكم ونكمل اتصالاتنا وتحليلنا لأداء المؤشرات النهاردة. خلينا نتابع. على صعود جماعي أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات الأربعاء. البورصة لاقت دعما من إعلان تفاصيل صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة فودافون العالمية في فودافون مصر بنسبة 55% بقيمة تتجاوز 37 مليار جنيه. الصفقة انعكست إيجابيا على كافة أسهم وقطاعات ومؤشرات البورصة، حيث عززت من تقييمات الشركات المصرية ومناخ الاستثمار، خاصة في قطاع الاتصالات الذي تنتمي له الصفقة التي تعد الأكبر في تاريخ القطاع. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 8.3 مليار جنيه، ليصل إلى 699.8 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بقرابة 2.7 مليار جنيه، تضمنت قرابة 2 ملياري جنيه تعاملات في سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل للملكية. مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 ارتفع بنسبة 1.4%، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جيك 70 بنسبة 1.38%، وامتدت الارتفاعات القوية إلى مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقاً ليصعد بنسبة 1.53%. محللون ماليون رأوا أن الصفقة أكدت الاتجاه السعودي للبورصة المصرية على المدى القصير والمتوسط، حيث بات المؤشر الرئيسي للسوق يستهدف حاليا مستويات 15,000 نقطة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مرورا بمستويات المقاومة عند 14,000 نقطة و14,500 نقطة. مرحبا بحضراتكم، بعد ما تابعنا التقرير هنتابع اتصالاتنا الهاتفية علشان نوضح لحضراتكم النهاردة ايه اللي كان بيدور في أروقة المقصورة وايه اللي كان بيسيطر على أداء المؤشرات والمستثمرين النهاردة. معنا على الهاتف الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. مساء الخير أستاذة حنان، مرحبا بحضرتك معنا. مساء الخير أستاذة حنان.
يمكن كنا في نشرة النهاردة 2:30 نشرة المفصلة، كنا مع حضرتك وكنا بنتكلم عن الأخبار الإيجابية وأثرها على أداء المؤشرات النهاردة، وأنه أكيد المستثمرين عندهم طموحات أو أمال أكبر يعني تنظيم موضوع الضرائب ربما، يعني إلغاء ضريبة الدمغة، وبنتكلم عن ضريبة الأرباح الرأسمالية علشان ترجع السيولة بشكل أكبر، رغم أن هي بدأت إلى حد ما تتحسن. فلو اتكلمنا النهاردة عن صفقة فودافون اللي كنا بنتكلم عنها واستحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على جزء من فودافون UK، لو اتكلمنا عن أنه ده كان متوقع أنه ينعش قطاع الاتصالات بشكل أكبر، وأنه هو اللي يكون الأنشط والأكثر تفاعلا النهاردة مع الأخبار دي، لكن كان قطاع البنوك هو اللي استحوذ على المرتبة الأولى، فتعليق حضرتك ده على إيه؟ زي ما قلت لحضرتك ان كان في سيوله، السيوله دي محتجبه ومستنيه ان يبقى في حجر يحرك المأرك. ودينا شفنا النهارده موضوع صفقه فودافون و STC اللي هتخش تشتري فودافون، ده اثر بالايجاب على السيوله. بتقولي ليه حضرتك ان قطاع البنوك هو المتاثر بشكل اعمق؟ طبعا احنا عارفين ان المؤشر متاثر بالسهم التجاري الدولي صاحب اكبر وزن نسبي وصاحب احسن اداء ائتماني واداء مصرفي في مصر، الى جانب ان في كمان تفكير من بنك من الامارات ان هو يستحوذ على بنك عوده، ده هياثر برضو بالايجاب على خريطه تواجد القطاع البنكي اللي في مؤشرات البورصه. الأهم من ده وده الإشادة المستمرة بالتصنيف الائتماني للقطاع الائتماني والبنكي في مصر، والجهود اللي بيبذلها البنك المركزي في العديد من الملفات اللي بتحاول ان هي تدعم الاقتصاد وتنشطه وتحوله من حالة الكساد الى والركود الى حالة الانتعاش. طبعا ده بيؤثر بالإيجاب على أداء قطاع البنوك. قطاع البنوك كمان في الفترة الجاية لو يعني فكر البنك المركزي في تخفيض احتياطي الإلزامي هيبقى عندهم فرصة أكبر للتوسع في الإجراءات التيسيرية، وهيبقى عندهم أرباح جيدة، وإحنا عارفين إن المقترض الأكبر من القطاع البنوك هو القطاع الحكومي، فممكن يبقى فيه توظيف جيد للسيولة المتواجدة في هذا القطاع. تخفيض سعر الفايدة فايدة ذات حدين بالنسبة للبنك وبالنسبة للمتعامل، فهو بيسمح للبنك باجتذاب عملاء جداد، وبيسمح للشركات المقيدة في البورصة اللي بتعتمد على الرافعة المالية ان هي تخفض من تكلفة الدين وتستمر في اداء يعني مهمتها على اكمل وجه. هو متوقع ايضا استاذ حنان بعد تثبيت سعر الفايده المره الاخيره الحقيقه من البنك المركزي انه يكون في تخفيض مره اخرى لسعر الفايده، ده متوقع جدا؟ تمام، هو كان يتكلم محافظ البنك المركزي ان هو في حاله السيطره على معدلات التضخم هيبقى من اتجاه البنك هو تخفيض اسعار الفايده، لان هم بيفكروا الفتره الجايه يعني برضو ايه عايزين يعني نبشر الناس ببشره خير، ما تخافوش البورصه مش منسيه، لا البورصه في تفكير متخذ القرار، بس هو نوع من التسويف، والتسويف ده مش مصلحه موضوع ملف الضرايب. هم لو يعرفوا اكتر ان هو لو اخذ العداله الناجزه ان هو يقول على طول في ساعتها ان هيتعمل كذا، ده هيأثر بالبورصة على الإيجاب، وهنشوف معدلات السيولة وتحليق المؤشرات في أعلى مستويات ما شفناهاش مسبقا. أستاذة حنان دايما بنتكلم عن السياسة المالية والسياسة النقدية وإزاي يتم التنسيق بينهم، والحقيقة يعني الحمد لله بقالنا فترة بنشهد تنسيق جيد بين السياستين، وانه ما فيش تعارض بينهم الحمد لله، وفي يعني تجانس وتنسيق جيد جدا زي ما قلنا. لو اتكلمنا عن التصريحات الاخيره للسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، وانه بيتكلم عن ان مصر عبرت المرحله الصعبه طبعا بعد اجتيازنا لمرحله الاصلاح الاقتصادي، واحنا وصلنا لمرحله الاستقرار، الى اي مدى حضرتك بتشوفي او تعليق حضرتك ايه على تصريحات محافظ البنك المركزي؟ انا هتكلم دلوقتي عدينا المرحله الصعبه فعلا وبدانا الاستقرار، ولا الى حد ما في اواخر المرحله الصعبه؟ لا،
الحمد لله احنا في مرحله جيده، مرحله استقرار، وانا كمواطن عادي مش خبير اقتصادي ولا محلل اقتصادي بقول ان في توافر للسلع، توافر للبترول، توافر للغاز، وده معناه ان في يعني اهتمام من قبل الدوله بتوفير الاحتياجات الضروريه للمواطنين. احنا شايفين ان في كمان بند زي بند الغاز ابتدى يتشال من واردات الدوله، بتتجه دلوقتي الى التصدير او للتصنيع بغرض التصدير. بنطلب بقى من الدوله الفتره الجايه ان هي تبتدي ان تمد المصانع دي الغاز بسعر اقل، ده هينشط القطاع الصناعي، هيشوف برضه مردود اكبر من زياده النقد الاجنبي، من القدره على المنافسه في الخارج. ودينا شايفين برضه بالنسبه للبورصه لما بنخفض اسعار الطاقه بتحلق اسهم زي اسهم البورسلين واسهم السيراميك، وبنشوف برضه ايه ان لو اتحلت مشكله الفلات ومشكله الحديد ده هيخدم قطاع كبير جدا في الدوله، وممكن يساعد فيما بعد على ان ما يبقاش بقى انتاج زائد من الاسمنت، لا نبتدي بقى الاستهلاك المحلي زي خطط الدوله في التنميه وخطط الدوله في البنيه التحتيه اللي ابتدينا ناخد عليها تصنيفات جيده ان احنا في من جوده الطرق ومن جوده البنيه التحتيه، وده بيأهلك على فكره لاستثمارات اجنبيه جديده وبيفتح لك المجالات لاستخدام يعني تجاره خارجيه موسعه وتعاونات ما بين مصر ودول أجنبية في نواحي اقتصادية عدة. الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، شكرا جزيلا لك، ويعني بنتمنى أن احنا نكون مشاهدينا إلى حد ما ألقينا الضوء على كواليس ما حدث اليوم في أروقة المقصورة والبورصة المصرية والانتعاش اللي شهدها السوق. نتمنى أن ده إن شاء الله بكرة يلقي بظلاله بشكل إيجابي ويكون لي مردود أكثر من إيجابي على جلسة الغد، جلسة نهاية الأسبوع، هنتابعها مع حضراتكم إن شاء الله في مؤشر النيل بكرة، فريق عمل جديد ومتابعة لجلسة نهاية الأسبوع غدا إن شاء الله. كل الشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة، ابقوا دائما معنا النيل الأقرب إليك، تحياتي.